بصي بصة المرجح، الانتاج مش صارف. ازيكم؟ كنت وعدتكم قبل كده ان احنا نعمل حلقه عن فينيس اللي احنا رحناها بعد دوبروفنيك اللي احنا رحناها قريب دي، وعشان كده انا جاي النهارده اتكلم عن الحاجات اللي عجبتنا والحاجات اللي ما عجبتناش، وهل هي اصلا تستحق الزياره ولا لا، ولو رحتها هل المفروض تروحها كذا مره ولا كفايه مره واحده. لف العالم وانت في بيتك، ازيكم فيه بسهاد. فينيسيا كانت من أهم مواني العالم، بناها السكان والتجار اللي كانوا عايشين حواليها وهم بيهربوا من البربرة الرومان، فجريوا وهربوا راحوا على فينيس. بنوها وهي مدينة غير قابلة للبنى عليها أصلا، ما ينفعش، بس بنوها برضو وعملوا منها ميناء تجاري كان مهم جدا جدا، وهي دلوقتي من أشهر المدن السياحية في العالم، كل سنة بيزورها أكتر من 20 مليون سائح. تعالوا الأول كده أكلمكم عن المزايا ونخلي العيوب للآخر عشان في عيوب كتير. هي بجد المدينة بتبهر، كل حاجة بتشوفها هناك هتبهرك، الكنايس والفن والرسومات اللي عليها، شكلها من بره وشكلها من جوه، تنبهر من شكل التماثيل ودقة النحت، التفاصيل الصغيرة الرهيبة، تعابير الوش، تكسيرة الهدوم بتاعت التماثيل، كل التفاصيل كانت مبهرة وتبص لها كده فاتح بقك ومتنح. يا ترى عملوها ازاي؟ كام واحد قاعد يبني التماثيل دي كلها؟ الآثار بقى اللي هناك، ميدان سان مارك مثلا اللي هناك هو موجود فيه معظم المعالم السياحية اللي موجودة في فينيسيا، موجودة مثلا كاتدرائية البازيليكا اللي جواها هتلاقي شعر العذراء مقفول عليه، من بره هتلاقي رسومات ونحت وأشكال تحفة كده، النحت اللي معمول ده فظيع وتفاصيله رهيبة، الألوان بتاعت الرسومات لسه موجودة زي ما هي حلوة جدا. في وش البازيليكا على طول هتلاقي برج مشهور جدا هناك اسمه برج الجرس، اسمه سان مارك كامبانيلي. في ناس ممكن تطلعوا عادي، يعني لو عايز تطلعوا اطلعوا يعني، وتتفرج بقى على فينيسيا من فوق. في نفس الميدان ده هتلاقي قصر اسمه دوجس، ده من التحف الفنيه وده كان مقر الحكم هناك زمان، دلوقتي بقى متحف فني وكل الناس تقدر تزوره وتتفرج على الفن الفينيسي هناك. الشوارع جميله وقديمه والوانها حلوه، عارف انت اللون القديم المقرح، في كده القدم موجود مع الورد اللي في البلكونات اللي في القصريات الصغيره وورد ملون، كل ده بقى مع الكنايس في النص والمباني القديمه كله بيدي منظر رهيب. لو انت رايح فينيسيا او رايح ايطاليا عموما عشان تشتري شويه حاجات، ففي فينيسيا هتلاقي الحاجات اللي انا هقولك عليها دي. يعني اصلا في ايطاليا هم احسن ناس بتعمل جلود، فهتلاقي جلود حلوه في فينيسيا. اصلا وانت داخل في الشارع كده اللي فيه المحل بتاع الجلد هتشم ريحه الجلد من اول الشارع، فشنط بقى، احذيه، جواكت، الحاجات دي كلها. احسن ماركات للموضه زي مثلا جوتشي وبرادا وارماني ودولتشا وحاجات تانية كتير ما نقدرش نعتب ناحيتها اصلا، يعني تعدي جنب المحل كده سلام عليكم تكمل عادي، تروح بقى تشوف تاكل لك جيلاتي مثلا. غير طبعا الفضه اللي هو الفضه الايطالي معروفه ان هي من احسن الفضه اللي في العالم. انا اصلا ما كنتش عارف ان الايطاليين مشهورين بالتصميم بتاع الازاز، فهتلاقي كده تصميمات ازاز، بيعملوا تماثيل ازاز، اباجورات، بيتفننوا في تشكيل الازاز، وطبعا نجف، بس مش عارف ازاي ممكن الواحد يروح هناك ويشتري نجفه، وش هتتكسر منه، اكيد غاليه جدا يعني. وحاجات تانية كتير، النظارات مثلا، انت احسن نظارات هتجيبها هي النظارات الايطالي، فممكن برضو تشوف لك نظاره من هناك لو عايز. يعني ما تجيبش لو مش عايز، مش دعوه. ما ننساش بقى الاكل، البيتزا، الباستا، الجيلاتو والجبن، غير قهوتهم يعني القهوه الايطالي، تاخد لك بقى كابتشينو نظيف. طبعا ما ننساش بقى الجبنه، الزيتون، البسكويتات بتاعتهم، حاجات تحفه بصراحه. انا يعني احسن حاجه استمتعت بيها هناك هي الاكل، سيبك بقى من اي حاجه. من فينيس ركبنا فابوريتو، فابوريتو دي اللي هي المركب اللي بتروح من مكان لمكان، عشان عارفين طبعا فينيسيا دي كلها مية. بصوا انا بس عشان ايه الناس اللي مش متخيلة فينيسيا عاملة ازاي، فينيسيا مفيهاش عربيات، هي الشوارع عبارة عن مية فيها مراكب، فانت بتركب المركب عشان تروح من مكان لمكان، والبيوت موجوده ما بين الميه، فانت لو بصيت من بلكونتك مش هتلاقي شارع، هتلاقي ميه. في بقى جزيره تبع فينيس على بعد ساعه الا ربع بالمركب اسمها بورانو، واحنا كنا اتكلمنا عن بورانو قبل كده في الحلقه اللي كنا عملناها في رمضان عن احسن 5 شوارع في العالم، وكان من ضمنهم شارع موجود في بورانو، كان في بيوت ملونه كده. فاحنا خدنا حاجه اسمها فابوريتو، دي بتتاخد دي اللي هي يعني عامله زي الوابور يعني، اللي هو ايه مركب، عباره، مركب، اي حاجه يعني، او مركبه بتتاخد من المكان اللي انت فيه ده عشان تروح للجزيره اللي هناك. بورانو جزيره حلوه كده، كلها بيوت صغيره وملونه، شكلها نظيف وجميل،
كلها برضو ايه ما فيهاش شوارع، فيها برضو الميه اللي في النص ما بين البيوت. الالوان بتاعت البيوت فاقعه وجميله لدرجه انك انت مش هتصدق اصلا ايه اللي انا شايفه مع لون السماء الازرق الجميل. احنا حظنا احنا كان في مطره في اليوم ده. فانت لو في فينيس هتروح، الميزه يعني انك انت هتروح جزيره بورانو تقضي فيها كام ساعه حلوين كده. ممكن تروح البحر عشان تعوم في جزيره اسمها ليدو. البحر مش جامد قوي يعني، بس هو ايه عادي ولطيف زي بتاع اسكندريه كده، حلو يعني. العيوب، وده سبب من اسباب ان احنا نعمل الحلقه دي يا جماعه، العيوب. ماشي، هي مبدئيا فينيسيا زحمه جدا جدا جدا، والشوارع ضيقه قوي. فوانت ماشي لو مثلا في فوق سياحي لطيف ماشيين طابور وجنب بعضيهم وبتاع هيسدوا الشارع، ده مأثر على المطاعم. فانت عشان تروح مثلا تتغدى يعني جوعت الساعة 3 مثلا، تروح كده تدخل مطعم على طول؟ مفيش كلام ده. انت هتقف في طابور تستنى دورك، ممكن مثلا تقف تستنى بره تلت نص ساعة كده لحد ما دورك ما يجي، او انك انت تحجز من قبلها. طبعا بقى يعني انت لسه هتدخل بقى تطلب الاكل، على ما الاكل ما ينزل لك فانت بقى تكون مت من الجوع بقى خلاص. فينيسيا متعبه شويه، وبنستخدم الجي بي اس اللي هي في الموبايل يعني جوجل مابس واحنا ماشيين. وجوجل مابس عشان الشوارع ضيقه والمباني عاليه شويه واحنا قصيرين ماشيين في الشارع كده، فما بيلقطش شبكه، فاحنا بنتوه والماب مش بتقول لك انت فين دلوقتي. فممكن نبقى ماشيين كده على طول اترينا ماشيين كده يعني حوار كده، فجوجل مابس ما كانتش حلوه خالص معانا. فهي عباره عن جزر، الجزر دي مربوطه ببعض بكباري، فاحنا ماشيين بالجي بي اس وطلعنا مثلا كوبري من الكباري دي دخلنا غلط، فاحنا بقى فاهمين بذكائنا الجميل المصري، فاهمين ان احنا لو دخلنا خلاص قشطه اهو دخلنا الكوبري اهو غلط، بس ايه هندخل يمين في يمين ونلف، مفيش الكلام ده، مش هنلاقي كوبري تاني، فلازم تروح راجع تاني من نفس الكوبري اللي انت جيت منه. فانت مفيش قدامك غير انك انت تمشي على اليفط بتاعت الشوارع اللي موجودة قدامك، اللي هي ايه مثلا سان ماركو ادخل كده، فنفضل بقى ماشيين معاها، وبعدين الشارع اللي بعده هتلاقي نفس اليافطة بس شمال، هتدخل يمين شمال كده. فموضوع بقى ان هي جزر وبتمشي كتير وبتاع، ده بيخلي ان مثلا لحد كبير في السن مش هينفع البلد دي، مش هتنفع له ان هو يمشي كتير هناك عشان هي عايزة صحة كويسة. وكمان لو عندك اطفال او ماشي مثلا بالعربية بتاعت الطفل دي، انسى الموضوع ده، مش هينفع. انت مش بس هتزق عربية الطفل، ده انت هتشيل العربية بالطفل بمامة الطفل. فينيسيا غالية قوي، فاحنا كنا حريصين جدا ان احنا قبل ما نروح ناكل مثلا في اي حتة بنفتح جوجل مابس وبنبص على الحاجة اللي يبقى سعرها قليل وفي نفس الوقت الريفيوز بتاعتها كويسة جدا وبتقول ان الاكل حلو، لان العادي الاكل غالي جدا جدا. مش بس الاكل غالي، كمان المواصلات غالية. يعني مثلا الفابوريتو ده اللي هو المركبة عشان تاخدها من موقف الاتوبيسات اللي انت جيت من المطار خدت الاتوبيس نزلت في يعني الاتوبيس وصل لحد الاخر، فبتاخد مركب عشان تدخل بقى بوسط البلد او سان ماركو مثلا احنا نزلنا فيها، 7 يورو ونص رايح بس، فكتير يعني. فالاحسن انك انت لو عارف انك انت هتنقل كتير يعني في اليوم، اشتري التذكره اللي هي بتاعت ال 24 ساعه او يومين او 3 او اسبوع، طبعا ده حسب تنقلاتك يعني. كان في بقى مشكله تانية، احنا مش متعودين على نظام الاكل والمواعيد بتاعت المطاعم بتاعتهم. يعني احنا مثلا صحينا الصبح اللي هو الظهر وعايزين نفطر، فاحنا بنروح المطعم فهم بقى ما عندهمش فطار، الفطار ده كان الصبح مثلا، اقول ايه هم بيفتحوا بدري قوي، فاقول مثلا ايه من 8 ل 11 مثلا ده الفطار، ده اللي هو فاتنا بقى خلاص، فاحنا رايحين نفطر مفيش فطار، في لانش. اللانش ده بقى اللي هو من 11 مثلا ل 3، والمنيو بتاعت اللانش دي احنا مش عايزينها. المطاعم بقى بتقفل من 3 ل 6، فانت لو جعان من 3 ل 6 كل بسكويت. ماشي، هو مش كل المطاعم كده، بس الموضوع ده كان بيأيدنا كتير عشان المطاعم الحلوة اللي احنا عايزين نروح لها هي اللي كانت بتعمل كده. الناس هناك لاحظنا ان هم في المطاعم بالذات مش ودودين قوي، يعني مش لطاف كده اللطافة اللي احنا كنا مستنيينها. هو انت ما تقدرش تقول مثلا ان هم كانوا عنيفين مثلا او عنصريين معانا مثلا، لا خالص، بس هم ما كانوش الترحاب كده اللي هو اللي احنا مستنيينه او اللي احنا مثلا بنشوفه هنا مثلا او مثلا شفناه في كرواتيا مثلا. بس الراجل بتاع الفندق كان راجل عسلية، راجل جميل جدا، ويعني جايب لنا مكانة قهوة في الأوضة وكان مزبطنا جدا، الشوكولاتة بقى والشوكولاتة خلصت جاب تاني والقهوة خلصت جاب تاني، راجل كان مزبطنا جدا بصراحة. هو اصلا معروف ان في شمال ايطاليا الناس غير في جنوب ايطاليا خالص، واحنا كنا في الشمال، فيمكن هو ده
مش عارفين. كنا قلنا ان من المزايا ان انت تاخد مركب وتروح جزيرة بورانو. جزيرة بورانو دي بقى لما تروحها مش هتلاقي مطاعم كتير كويسة، هو مطعم واحد بس اللي كويس. كنا مخططين ان احنا نقضي اليوم هناك بقى، واوعى ده احنا رايحين جزيرة بورانو يا ولا وبتاع. رحنا هناك ساعة واحدة وزهقنا وعايزين نروح. لفناها كلها في ساعة، نعمل ايه؟ خلاص ما فيش حاجة تانية تتعمل يا جماعة. طب نعمل ايه دلوقتي؟ المطاعم هتقفل، والراجل قال لنا تعالوا بعد الساعة 6 واحنا عايزين نرجع، والفابوريت ولازم نلحقها، حوار كده. وعشان العيوب دي بصراحة الواحد ممكن يفكر كتير قوي قبل ما يفكر يروح تاني. وعشان موضوع الجي بي اس وموضوع المشي كتير، وموضوع ان هي جزر كتير، وموضوع ان الدنيا غالية، فاحنا شايفين ان كفاية قوي عليها 48 ساعة. احنا قضينا كم وقت قد ايه هناك؟ احنا قضينا هناك 3 ايام، 3 كانوا كتير. ده رأينا في فينيس، ممكن حد تاني يبقى راح واتبسط بيها جدا عادي، ممكن تختلف من واحد للتاني يعني. ممكن حد يكون راح وشافها اسوأ ما احنا شفناها، برضو عادي جدا، دي حاجة ترجع لك. احنا اسفين جدا لو ضايقناك. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. احنا عندنا تشانل تانية اسمها شاي بلبن، احنا بنلعب فيها، احنا واخدين راحتنا خالص فيها يعني. فلو عايزين تشوفوها ياريت تدخلوا على اللينك اللي مع الفيديو تحت ده، وروحوا هناك يعني. لو عجبتكم ايش تعملوا اشتراك وسبسكرايب يعني وكده، لو ما عجبتكوش ما تروحوش. مع السلامة. فك كده يعني، خليك ظريف والعب معنا، بلاش كده. واللي يقولك لا وبطل لعب وكفاية هيافة، روح العب، انت اصلا هايف من جواك، اسمع الكلام، روح والعب. شكرا لكل الناس اللي ساعدتنا في الفيديو ده، ما حدش ساعدنا ولا حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. استنونا الحلقه